يا سيدنا الافندي؟ هو الافندي التلغراف جه لسه ما جاش؟ تيجي لسه ما جاش، لازم الناموسيه كحل. هو عمره بيجي في ميعاده ابدا. لا مستعجل عطلك الله. انا مش فاهم، مفيش حد هنا خالص. ايه الحكايه يا حط الوكيل؟ احنا هنستنى هنا لامتى؟ يا فتحي افندي، افندي استلم منهم التلغرافات. حاضر. هو زمانه جاي حالا، الصبر طيب والحلم سيد الاخلاق. بس حلم ايه وصبر ايه وزفت ايه؟ الو، بأسمع يا حضرة الرئيس. انا خلاص اتربت لي علة، شيلوه من عندي، شوفوله اي داهية تانية يحدفوه فيها. يعني ما انتش عارف مين هو؟ انا عمري اشتكيت من حد تاني؟ هو في حد يا حضرة الرئيس ساعدني غير في عرضك يا حضرة الوكيل؟ ابوس ايدك يا ولوعة. بقولك ما هو لو بلغت المرة دي فيها رفض يهون عليك انقطع عيشي، يهون عليك اجوع. توبت يا حضرة الوكيل، ايدك ابوسها. روح شوف شغلك. ربنا يخليك ويخليني طيبة قلبك يا حنين. هيفرسني، هينقطني هو وضغط الدم. لا مؤاخذة يا جماعة، ما تخلصنا بقى يا ستنا لفندي. اهلا وسهلا، استفتاحك لبن. بقالنا ساعة يا منير افندي واحنا واقفين. حقكم عليا، ان شاء الله كده عقبال ما نقف جميعا على عرفات. خلصني بقى من فضلك. يعني لما ادفع كوبايه الميه الدنيا هتنهد؟ طيب اتفضل اشرب وما تتخلقش قوي. بلاش نبل رقنا، هات يا ستي. الله، انا اسف خالص، ما كنتش بفتكره تلغراف حزيني. الباقيه في حياتك يا هاني. حياتك الباقي. انا هبعته حالا. يا عمر، يا سي عمر، يا عمر افندي، خد التلغراف ده اوام وحياه ابوك. الأستاذ غزال، أوتيل وينسور، الإسكندرية. ميمي توفى عقب العملية الجراحية، احضر لتشجيعي على احتمال المصاب. نادية. عنوان المرسل: بنسيون النجوم، شارع قمر 7، القاهرة. 12 قرش يا هاني. لا ارجوك، احسن انا قلبي ضعيف خالص، انا خلاص قربت اعيط. انت لو كنت عرفته كنت موت روحك عالم العيال. علم، اخلاق، لطف، ادب. بص ادي شرب، شوف قد ايه كان سندتيك. خساره فعلا، ده لسه في عز شبابه. كان لسه بدري عليه، ده ما تم السنتين. كل ده سنتين؟ أمال شنبه طلع إمتى؟ لازم هو بيرضع. أنت قصدك مين؟ ميمي ده؟ مش ده؟ بقى المرحوم ده؟ يا حبيبي يا ميمي. بقى المرحوم مش ده؟ ده؟ يا هانم، يا هانم. بقى المرحوم ده. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك أنا عايز كلب شبه ده تمام. بس كده؟ أنا عندي الأخ وبتاعه تمام. طيب تسمح أتفرج عليه؟ اتفضل. اتفضل. كفاية بقى يا نادي، عينيكي. أنا رأيي تبدلي معانا الشغل، تتسلي معانا شوية. عايزاني أرقص وميمي لسه ما بقاله 6 ساعات في التربة. فعلا ما يصحش. يلا بينا بقى لأحسن اتأخر. وحياتك يا ست الأواحد، خلي بالك منها شوية. حاضر. أيوة النبي، ما تخليهاش تعيط. هتعيط على إيه؟ هو فين الأيتام ولا وراه الأسطر؟ يلا انتوا هي على شغلكم، يلا سيبوني أنا عليه. سد يا ضنايا سد. بس بس. وعلى كده هتلبسي أسود وتطلعي عليها القرافة. بس وحياة أبوك أنا مش ناقصك. أنا على رأي المثل، الجنازة حرة والميت كلب. أقول لك الحق، أنا سكنة عندي كتير وقليل، ما شفتش دلوعة زيك أبدا. الآنسة نادية موجودة؟ اشمعنى نادية؟ من غير قفية من فضلك، هي موجودة؟ موجودة، وده يهدر آخر، جاي يعزي؟ لا ده من قرايب المأسوف عليه كده؟ اتفضل.
الأوضة اللي في وشك دول. متشكر يا ست نادية، في جماعة جايين يعزوا. حكمتك يا رب. ميمي مش معقول. يشبه ميمي تمام. أنا متأكد إنك هتحبيه. علم، أخلاق، لطف. أنت مش بني آدم. أنت ملاك. كفاية كده أرجوكي، أنا خلاص هعيط. عن إذنك. رايح فين؟ أنا لازم أشوفك تاني. صحيح، يا ريت، عشان أطمن عليكي بس. متى بتيجي الفرقة؟ أنا هرقص بكرة. هو حضرتك رقاصة؟ كباري جلوري. يا محاسن الصدف، أصل أنا كمان بعتبر نفسي من أهل الفن. لا يا شيخ. ما يغركيش إن تلغرافجي، أنا عشقت التلغراف بس عشان فيه شوية مزيكا. تقبل مزيكا؟ وصوتي مش بطال، ولي ألحان، إنما نوبة. غريبة، يعني ميمي بكامل صحته، وأنا جيت من اسكندرية بالطيارة، تلغراف وعملية جراحية وتوفى، بقى دي أصول دي. وحياتك مات. وابو عيسى حي. لا يا استاذ، ده بس من عيلته. منير افندي جه يسليني. الاستاذ غزال معلم الرقص بتاعنا الشهير بشيكا شيكا بوم. اهلا وسهلا. طيب استاذن انا بقى. لازم تيجي تعيش وتكامل يا استاذ. متشكر. نفسك رقاصة؟ أمال أنا إيه؟ أنت حاجة كده زي خزان أسوان. إيه؟ خزان أسوان بيكهرب الوجه القبلي بس.
لكن انت واقفه بتتنططي على المسرح كده بكل بساطه تقدري تكهربي الوجه القبلي والبحري وكل الاخطار الشقيقه كمان. يا ده انت ما تعرفش تبالغ ابدا. ابدا ابدا. على العموم انا سعيده قوي بشوفتك النهارده. عن اذنك. ليه؟ ما انا ماشي كده برضه. كده؟ حضرتك مش ناويه تبعتي تلغرافات تاني قريب؟ وبتسال ليه؟ بس بقول يعني بدل ما تروحي تبعتيهم افوت انا بنفسي اخدهم، انا مستعده افوت كل يوم. حضرتك ماشي كده ولا كده؟ كده. طيب عن اذنك بقى. أنا ماشية كده. فكرتيني بنت حلال، السكة دي أقرب لي ونونس بعض. لسه سكتنا واحدة برضو؟ من حسن حظ. تجيش تروح معايا أحسن. ده اللي هيحصل. أنت قليل الأدب. من صغري يا فندم. يا باي انا بحياتي ما شفتش تلامه بالشكل ده. ولا انا. ارجع احسن. ما اقدرش. طب روح بقى في 60 ده. هم والله غريب. ما فيش رز، ما فيش بطاطس، ما فيش مكرونه. الله مالك يا نجم؟ لونك محطوط ليه؟ تصوروا التلامه، واحد بارد. سعيد. بنقول سعيد. بلاش سعيد، صاحبناه. ما ردتوش عليه ليه بقى؟ مين ده؟ معرفوش. ده الساكن الجديد. هو ساكن هنا؟ ملعب. ايه؟ انت هتقعدي ساكنين رجاله هنا؟ الله، ده باين عليه ابن حلال وعلى نياه. خلاص، انا ملياش قعاد هنا بعد النهارده. انت حر. الحياة غنوة محلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها، ارقصوا غنوا وانسوا همومها، دي الحياة حلوة، دي الحياة حلوة. عيشها وتهنى دي الحياة.
جنة عيشها وتهنى واوعى تستنى دي الحياة حلوة الحياة حلوة ود أصحابك وارضى بمنابك دي الحياة حلوة الحياة حلوة انت سعيد جدا ومش ناقصني حاجه من الدنيا ابدا النيل خلفكم وخزان اسوان الى جواركم يا عيني على الخيال من جهه الخيال ما تخافيش عليا ابدا والدتي قبل ما تولدني اتوحمت على ديوان شوقي ايه ده جد ولذلك الشعر بيخر من قرحتي زي ما تكون حنفيه واتفتح انا قلت في وسطك بس يجي 200 بيت ما تمدش ايدك من فضلك اشكرك اللي نبهتيني كان زماني كهربني الطيار خلينا في الشعر قلت ايه بقى في وسطك قلت يا ستي النور بيقطع عليا تسلسل افكاري معلش ابتدي شوف العنوان خصر من نار انا احسن انتهي سيبك من القصايد والاشعار انا راجل تلغرافي شعاري في الحياه الوقت من ذهب ولذلك هقول لك بلغه المصلحه بحبك ايه بحبك والتفصيلات بالبريد يا خساره ليه وصلت متاخر في حد تاني لا انا كنت بحسبك رزين واخلاقك حميده يعني زي المأسوف عليه لا اذا كان اللي بيحب في نظرك يبقى مش رزين انا مهفوف وعباسيه خالص ربنا يشفيك بلاش مماطله من فضلك انا فهمتك اني غاوي سرعه ومنتظر رد بالتلغراف اذا ما نعطلكش الغي التلغراف اللي بعته وانا اسحب التصريح اللي قلته اصلي انا اعرف الرجاله كويس ومستحيل اصدق راجل عن اذنك انا رايحه الشغل وانا كمان عندي فكره كويسه قوي عن الستات دلوقتي عن اذنك انا مروح مع السلام اذا قالت لك انها لا تفكر في الحب فاعلم أن رأسها الجميل لا يشغله إلا الحب وإذا تظاهرت بأنها غير مهتمة بك فاعلم أنها لا تنام الليل من هواك وبعدين مش كابس عليا النوم أبدا إيه رأيك يا مين؟ يا ترى صحيح زعل انا ما كانش قصدي زعل يقطعني ايها العاشق العزيز كن رزينا متانيا ايوه الرزانه كن رزينا متانيا ولا تجري وراء حبيبتك لقد جاء في الامثال ان التؤل صنع وتاكد انك اذا اهملت فتاتك جاءت الى بابك ضارعه ذليله تطلب صفحك ورضاك يا ابن الايه عندك حق اهجت اتفضلي افندم الله انت لسه صاحي افتكر انا شفتك مولع النور قلت اخش اشوف انت تعبان من حاجه لا بس قلقان شويه تحب اعمل لك فنجان ينسون يهدي اعصابك متشكر انا حنام تصبح على خير انا ماليش حق ابدا اخبي عنه انا لازم اقول له اني بحبه يعني ما جاتش مؤلف مغفل
أنا آسف، ما تزعلش. اتفضلي. بدل أنت قلقان وأنا قلقان، نلعب ونسلي بعض. يا ستي اعملي معروف، أنا مش فاضيلي، عندي امتحان بكرة في الأشارات ولازم أذاكر. كويس خالص، أشاور لك أنا وأساعدك في المذاكرة. أوه وحياتك، أنت باين عليكي فايقة ورايقة، أنا مش فاضيلي. يا دلبخت. يا ستي اعملي معروف، ابعدي عني، أنا مش فاضيلك. وإن ما بعدتش؟ أسيب البيت وأنزل. يا خبر، قد كده واخد على خاطرك مني. ليه؟ هو في إيه بينا عشان آخد على خاطري منك؟ نسيت إني لو كنت رديت على تلغرافك كنا دلوقتي بقينا. بقينا إيه؟ أنا ما عنديش ولا دقيقة أفكر في الماضي، أنا أفكر في عملي، أقرأ لي بحث في الفن بتاعي. وزهقت من القراية، ما تجيش تقضي وقت مع صديق؟ أنا أصلي أكره الحب، لكن أموت في حاجة اسمها صداقة. صداقة؟ مفيش مانع، إنما على شرط. صداقة فقط، صداقة وبس. صباح الخير يا حضرة الوكيل. صباح الخير. تسمح؟ إيه ده؟ طالب أجازة يا أخي جت جنازة، موظف مهمل سيئ، ملف خدمته كله جزاءات وله عين يطلب أجازة. ما هو غصب عني يا حضرة الوكيل، أصلي بهرش. بدل ما تطلب أجازة اشتري لك صابونة فينيك ونظف نفسك، النظافة من الإيمان. يا حضرة الوكيل ما انتش واخد بالك، بيظهر عيا معدي، جسمي كله بيشغي. بص يا حضرة الوكيل. ارجع ارجع بقولك. نار يا حضرة الوكيل ومشعللة بجتتي. غور، اوعى تيجي إلا لما تخف خالص. إذا كان العمل يستدعي وجود يا حضرة الوكيل أنا أستنى برضه. أنا بقولك غور يعني غور. يعني هو مفيش حد جربان غير يا حضرة الوكيل؟ جربان؟ عندك؟ أجازتك مقبولة؟ أمرك يا حضرة الوكيل. بتتنهد ليه؟ من غيظي. أنا غيظتك في حاجة؟ مش أنتِ، حضرة الوكيل، أصله متقصدني أوي اليومين دول. إزاي؟ عمل لك إيه؟ إداني أجازة غصب عني، أصله عارف إني مغرم بالشغل جدا، يوم لما يحب يعاقبني يديني أجازة. كده؟ أنا كنت فاكرة إنك تعبت نفسك عشان تاخد أجازة وتفسح. يعني أغشك؟ ما دام ما حصلش. طيب يا سيدي، ميرسي قوي على شعور. من فضلك، دي مخالفة لمعاهدة الصداقة اللي بينا. ليه؟ خايف تتكهرب؟ أنا يهمني كهربا؟ أنا إسمنت مسلح، أنا صديق فقط، صديق وبس. يسمح حضرة الصديق يشيل الشعر من على عيني عشان مضايقني أوي؟ يعني ما تعرفيش تعملي كده؟ أي عيني انطرفت، لازم رمش دخل فيها. يجوز يجوز، اتحرك يا اخي، شوف عيني فيها ايه. طولي بالك، اما حد يفوت اندهله شوفها. انت بني ادم؟ يا عيني، دي لازم ناموس. ما هو صراحه انا ما اقدرش، لاني هبقى مضطر اقرب خالص من بقك وعينيك. ويجرى ايه؟ ازاي ده فيها اخلال فظيع بشروط الصداقه، انا ما اقدرش اضمن نفسي. انا ضمنك بس اوان. يو زهقتني في الصداقه. طوعيني، هنخسر بعض. من ساعه ما طوعتك وجيت معاك وانا كنت متاكده اننا هنخسر بعض كاصدقاء. إذن فلتسقط الصداقة. الحب لحن جميل يتغنى من قلبين، الحب لحن جميل يتغنى من قلبين، والحب ماله دليل إلا كلام العين. حياة قلبي ونور عيني، حياة قلبي ونور عيني، ماليش غيرك غيرك حبيب تاني. ومين يقدر ينسيني؟ ومين يقدر
الحب لحن جميل يتغنى من قلبي الحب لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله دليل إلا كلام العين في قلبي وأول فرحة في عمري يا أول حب في قلبي وأول فرحة في عمري حبيبي وجنتي جنبي وفاني جميل يتغنى من قلبين الحب لحن جميل يتغنى من قلبين والحب ماله دليل إلا كلام العين كلام العين كلام العين. أنا قلبي كان حاسس إن ده هيكون آخر يوم في صداقتنا عقبال ما نوصل لاخر يوم في خطوبتنا. ما تنسيش ان التلغراف جه ومستعجل جدا على الجواز. ما تنساش انك لسه ما قدمتليش الشبكه. الشبكه؟ يا دي الشبكه وقعت في شر اعمالي. ده انا مشتري الكلبه بالتقسيط. اقول لك احسن حاجه نرجع اصدقاء زي ما كنا ولتحيا الصداقه البريئه. اخص عليك يا مد، الشبكه اللي انا عايزاها لحن من تاليفك ارقص عليه، لكن بقى ايه لازم يجنن الفرق. اهو ده كلام معقول، لان الشبكه اللي يقدمها فنان لفنانه لا يمكن تقدر بمال. Thank you.
الابداع ده كله. وانا جبت حاجه من عندي، انت استاذ. طبعا طبعا، انما تعرفي انا اتحدى بقى اي رقاصه ترقص زي ما رقصتي الليله. الحقيقه المزيكا اللي عملها لي منير ساعدتني خالص وكانت حلوه قوي. تعرفي كمان انا ما كنتش متصور ابدا انه يكون فنان عظيم زي انا. انا فرحانه قوي لليلي، منير خطب. لا. الف مبروك يا حبيبتي. ميرسي قوي يا شيك، انا كنت عارفه انك هتفرح لي قوي. يلا بينا احسن منير نستنى. منير. اهلا يا استاذ، احنا لسه كنا في سيرتك. شفت ناديه بدعت قد ايه الليله؟ شفت السفاله والانحطاط بقى. حضرتك كنت فاكراني عبيط وعلى نياتي. ليه لا سمح الله. ايوه اعملي هبله، انا مفتح قوي، انا فاهمه وهي طايره. منير. انا خلاص عرفتك على حقيقتك، ودلوقتي بقى دوري لك على مغفل غيري. مؤكد حصل له حاجه، فعلا ما اروح اشوف جرى له ايه. لا انا امنعك، دي مساله كرامه. اذا اعتذرتي له هيكون اخر يوم في حياه شيكا شيكا. تنفع معهن إلا الشدة. إذا خصمت حبيبتك لا تكن البادئ في الصلح، خانئها على طول الخط. إذا بكت اضحك من دموعها. إذا كانت لا تحب الخمر اسكر طينة. إذا كانت تكتب اللغة العربية من اليمين إلى الشمال اكتبها أنت من الشمال إلى اليمين. يقفل الباب في وشي. هي حصلت يا حبيبتي. الرجالة ما ينفعش معاهم التساهل. اهو انت كمان اول ما تشوفيه تروحي رايحه على الباب في وشه وتصليح على جان. بس يمكن يزعل. ما يشرب بالبحر. ما اقدرش على زعل. بدم حضرتك راضيه بالذل خدي بقى فوق دماغك. لا راضيه ازاي، انا هوريه. ده انت لازم توريه نجوم الظهر. ويا سلام لو تفهمي انك مشغوله بغيره. اساليني انا بس. حرام يا اخي، حرمت عليه عشته. وش معنى هو ما قالش حرام لما بهدلك قدام شيكابوم؟ تسمحيلي، انت ما عندكيش كرامه. لو انا منك كنت بالقلم مطرح على وشه. اصلي ساعتها اتبرجلت وما لحقتش. ملحوقه دلوقتي حالا لازم تقومي تنتقمي لنفسك. عايزه تفلفليه اكتر، ترجعي له كل هدايا اللي جابها لك. عندك حق. يلا جون الى الامام عشان يعرف ما فيش امل في الصلح. فكر. خد كلبك الجربان وافر على نفسك اقساطه، مش عايزه اشوف اي حاجه تفكرني بيك. اهو كده الشغل، برافو عليكي. ده جنس راضي خاق ما يختشيش. ادي هديتك، مش دي الكولونيا اللي بتستعمليها؟ من هنا ورايح لو شميت ريحتها على بعد 6 كيلو ههرب. يا اخواتي مفيش ولا كفايه وراه. يا حفيظ على الريحه اللي تقرف الكلب. واحد اثنين. يا صباح الفل يا استاذ، ازاي المزاج النهارده؟ زي الزفت. ليه بس؟ مش تفرفش زي الناس المفرفشين؟ ولا ما بتغيرش؟ لا ما بغيرش. معلش ما تزعلش، اشرب اشرب شاي الهنا يا استاذ. واحد اثنين. واحد ايوه اثنين. واحد اثنين. ما تيجي يا سيمونير تلعب شويه رياضه، تلين عضلاتك، تهدأ اعصابك. مش عايز العب يا اخي، انت شريكي يا سي شيكا شيكا بوم. انا اعصابي هاديه جدا. انت ما عندكيش دم. احترم نفسك. انا هحترم نفسي باني افسخ الخطوبه. انا استحيل اتجوز واحده زيك. نعم، امال هم اللي زيها يا حضره؟ ما عندهاش اخلاق.
شيك، انت سامع بيقول لي ايه؟ انت لازم تعتذر لها حالا. انت لما تكون عنتر وابو زيد الهلالي سلامه في قلب بعض مش هعتذر. طوعني انا، شراني انا، هرقص الليله دي على جدتك. انا قتل قتله، انا هغني الليله فوق تربتك. عن اذنك اجيب المسدس دقيقه واحده بس. من فضلك انا هوصل المكتب اخد اجازه واجي عشان اموتك على رواق. الى اللقاء. الى اللقاء. استنى يا جبان. انا جبان؟ انا رايح انشر نعي مقدمه في الجرائد. الى الجحيم يا تشيكا تشيكا بوم. تعال هنا يا حضره. عارف يا حضره الوكيل، متاخر نص ساعه وجاي من غير جاكيت. ما هي الجاكيت اللي اخرتني، النشالين سهوني وانا جاي في الترماي وقلعوها لي. مش بعيد، اللي لخبط في تلغرافات الناس اللخبطه دي ضروري عقله شاتت، ولو قلعوه الفانيلا كمان ما يدراش. العريس بعت تقول له نسأل الله أن يكون هذا الحادث المشؤوم خاتمة أحزانكم. يا خبر. والأهل الميت سررنا جدا عقبال كل شبان العائلة. افتكرت التلغرافين كانوا فوق بعض وعناية زغللت في العناوين. آه يعني اسمح لي بشوية ماء يا حضرة الوكيل. انت حقك تشرب صبغة يود. فينيك يا حضرة الوكيل إذا غلطت تاني. ومن هنا ورايح خد مني دقة ونشاط في الشغل، وراسك حمش زي الألف. ألف إيه وبه إيه؟ ما بقت جين يا خفيف. الأمر وصل برفدك. اترفدت خلاص؟ خلاص انقطع عيشي؟ الحقني بشوية كولونيا يا حضرة الوكيل. عندي حبر زفر. يا روحي كفاية عيال. إيه يعني كلب وراح زي ميمي، بكرة تلاقي غيره. بس أصلي كل ما بفتكر رميته الدبلة في وشي. هي في الحقيقة ندالة يستحق عليها قطع رقبته، إزاي نفتح الخطوبة بعد كل الناس ما عرفوا؟ عايزين الجد؟ أنا مش طايقة. احنا لازم ناخد بطارنا. على كل حال هو راجع الظهر من الشغل يستناه ونفتصه. لا انا لازم اخد طاري بايدي. ايه رايكم في ميه النار؟ فكره هايله. برافو. هشيل ازازه ميه نار في شنطتي وقاعده معناه اول ما اشوف وشه هروح لطشابي. وليه ميه نار؟ في انابل صغيره شكل قلم الابانوش، شكل الولاعه، لو تهديه كده بحاجه من دول من غير ما ياخد باله انقح. بس ما يكونش كلام في الهوا ونرجع نحن زي زمان، وبدل ما ترميه ميه النار ترش على وشه شويه كولونيا. انا عمري اصفله بعد اللي حصل. قليل القصر، الدول، الخايل، السافر، المنحط، التلغرافي، الزهورات، اللي عمره مش هيتثبت ابدا. بس هو يكون اتثبت في قلبه، جه وجع قلبه، امينه في عينيه وفي عفيفه. يا رب. مش عايزاه يموت، انا عايزه ابوظ له وشه ويبقى يدور على اي واحده بقى ترضى تتجوزه. الله. اهدى قاتلتي العزيزه، اسمحيني انفد بجلدي الوداع الى الابد. فلت كده يسوق من غير ما تحس من خوف سب هدومه. مش معقول راح يرجع. بس مسكين اخر شهر ومفلس، هيلبس ايه؟ هياكل ازاي؟ هينام فين؟ صعبان عليكي قوي. حنانه يا روحي على الانتقام، سيبوني احط طرب ايدي، مفيش الا ميه النار. ولا تاليف ولا زفت، انا الليله مخي ظلم قوي. الساعة كام من فضلك؟ من فضلك الساعة كام؟ تطلع لها 8 إلا 5. أنت متأكد؟ أنا ظابط مخي على ساعة التلغراف. تعرفش من فضلك أغوط حتة في النيل فين؟ توصلي حضرتك لحد كوبري قصر النيل وتقفي في النص تمام، أفتكر هناك أغوط حتة. بس بعيد. القصد. ميرسي. العفو. بس لو كانت المية دافية شوية. الحالي انا اسف معرفش اعوم، حاولي تتشعبطي فيها. الرايه في الشنطة. انا خلاص يا خويش. يا ناس يا خلق اهو يا عم مراكبي. الحانة يا عم مراكبي الحانة. طب تعالى يا مراكبي انا في عرضك. عندي فديكوي. اسمعني يا عم.
اطلع. اصلنا كنا قاعدين نصطاد، يظهر ان حوت كبير شد السناره اتزحلقت. في الحقيقه الحيتان هنا جديده قوي يا بيه، ديك النار عدوا القارب خرموه. خرموه؟ اه طيب. شكرا بيك. يبقى خلي بالك من الحيتان. سلام عليكم. مع السلامة يا بيك. الحيتان قال. أنا فين؟ في الآخرة يا فندم. بتقول إيه؟ وأنت مين؟ ملاك من قسم الحساب. تشرفنا. تسمح تقولي إحنا رايحين فين؟ جهنم. إيه؟ جهنم؟ أنا عملت إيه عشان أروح جهنم؟ موتي نفسك. ابدا انا مظلومه، اتخضيت من ضفدعة وبصيت لقيت نفسي في الميه. يا هانم التهمه ثابته. ارجو توصيل هذا لبابا بسيوني بيه، شارع فريد نمره 10. بابا العزيز، اختي زينب، قلت لكم كتير مش عايزه اتجوز درويش النمس، خلاص اديني سبت الدنيا عشان اخلص من وشه، سامحوني، الوداع الى الابد. يعني مفيش فايده. انا اسف، انا كنت احب اخدمك، لكن اظن في جهنم الدنيا حاره قوي وانا مش جايبه معايا هدوم خفيفه. يجوز تلاقي هناك حد يسلفك، وضروري كان ليكي قرايب ماتوا اعمالهم مش ولا بد. الله، ده بيتنا اهو. افتكرت انت اللي كنت قاعد بتقرا. ايوه يا فندم، وتشرفت بانقاذك. على كده حضرتك عويم هايل. يا فندم انا علي عزت الصباح العلني. محسوبك يا فندم. تشرفت خالص، انا سعيده قوي. سعيده مبارك. عن اذنك بقى يا هانم. ازاي؟ انا مستحيل اسيبك، انا لسه مغمى عليا. انت انقذتني غصب عني، وانت اللي هتقنع بابا يخلصني من خطيب درويش النمس. النمس؟ النمس. اختي حبيبتي. بنتي. انا اسف، ما كانش صح اتعشى معاكم ببرنس الحمام ده. احسن عندي من ملابس السهره. يا علي بيه، انا مش هنسى جميلك ده ابدا، لانك في سبيل انقاذ بنتي بليت بدلتك وضحيت بهدومك اللي كانت في صنطتك. هدوم ايه يا بابا؟ ده كان هيضحي بحياته. يا ريتك شفته في وسط النيل وهو شايلني بدراع، وبدراعه التاني بيحارب التماسيح وهي بتتنطط حوالينا. الحقيقه يا ريري، انت اتكتب لك عمر تاني. لو ما كانش علي بيه عزة سباح عالمي، كانت التماسيح اتعشت بيكم زي ما انتم قاعدين بتتعشوا دلوقتي. الحقيقة أنا مش عارف إزاي أشكرك، إزاي أكافئك. خلاص، أنا خدت مكافئتي بإني تشرفت ولبست البرنس بتاع سعادتك. ده البرنس هو اللي تشرف. بناتي وأحفادي حيتوارثوه وحيتشرفوا بأنه لمس جسم علي بيه عزة. مالك سلامتك؟ مالك يا علي بيه؟ لا ولا حاجة، بس دايخ شوية وجاية لي رعشة. ده من أثر المجهود الفظيع اللي عملته. لازم يا ساعة البيت تسمح لي أرتاح شوية. أيوة أوي، اتفضل اتفضل. أنا أذنكم. مستفيد شوية، مش شعر بتحسن؟ أحسن الحمد لله، أنا متأسف أوي اللي أزعجتكم. روحوا أنتوا ناموا وسيبونا نتآنس شوية. طيب بني. بني. إحنا مش هننام، وإذا عوزتوا حاجة ابقوا ابعتوا لنا. مش هنعوز. اشرب بالهنا والشفاء. ايه ده؟ اكسير الحياة من تركيبي انا، صحتك هتفضل بومب سنة على الاقل. هو حضرتك صيدلي؟ زعيم صيادلة. على كده بقى لازم عندك اجزخانة. كان عندي اجزخانات، لكن كان بيجيني روشتات ما كانتش بتدخل مزاجي، كنت برفض اصرفها، ولذلك فضلت اني اقفل، وبقالي دلوقتي 30 سنة قافل. خسارة، ضيعت على نفسك مكاسب كتير. لكن كسبت راحة الضمير. اشرب يا اخي. ولزومه ايه ده يا سعادة البي؟ ما صحتك كويسة اول الحمد لله. ايوه كويسة اول الحمد لله، انما الاعصاب ده منوم يا عزيزي. ومفعوله اكيد؟ ازاي مش اكيد؟
ده من تركيبي أنا. لكن النوم الطبيعي مش أحسن؟ يا ريت. أنت تعرف النار؟ النار؟ أيوة النار. أنا في نار من الأفكار، أفكار تقوم الميت من تربته، ولذلك أنا في حاجة دائما إلى أقراص علشان تخمدني. وليه لا سمح الله؟ أيوة هقول لك يا منقذ ابنتي. بقى السرير ده محدش نام عليه من 15 سنة، ولولا معزتك عندي كنت نيمتك على البلاط. اسألني ليه يا أخي قبل ما تخمد. ليه؟ أيوة قلت لي ليه، لأنه سرير المرحومة زوجتي اللي كل ما أتذكر ظروف موتها ما أقدرش أنام. اشرب يا أخي. لازم، كانت ظروف مؤلمة. بقى يا سيدي كان عندها صداع، حضرت لها جرعة أكيدة المفعول، استطعمتها، خدت جرعة تانية من ورايا، حصل عندها هيجان ورمت روحها من البلكونة دي. اشرب اشرب يا أخي اشرب. من البلكونة دي؟ على بال ما نقلناها للسرير ده كانت أصبحت جثة هامدة لسه قدام عيني، الدماء الحمراء القانية اللي غرقت المخدة. اشرب يا أخي. أيوة هشرب. دنيا. صفة الشوارع متسعة للجميع. طب نام هنا بلاش فوق. وعلى ايه؟ خلينا نروح احسن، اعملي معروف. ما هو مش معقول تمشي دلوقتي، انت ناسي ان البدلة عند المكواجي. ده صحيح. قد انت قضيت نص الليل مع بابا وهتمضي النص التاني مع ماما. ماما كانت ست بيت الله يرحمها. طيب اتفضلي انت، انا متشكر خالص. السكينه دي مش مريحة، مش هتعرف تنام. أنا مش جايلي نوم طبيعي. طب تصبح على خير. وأنت من أهله. الله، إيه ده؟ مين؟ أنا زين. بس جايبة لك بطانية أحسن تبرد. متشكر، أنا فعلاً كنت بترعش. أنت عارف مين وياك هنا في الأوضة؟ أيوة، المرحومة ماما. لا مش قصدي. انت وياك سبب المصيبة. ايه؟ اي درويش بيه النمس خطيب ريل. ده هو ده النمس؟ اهو. طيب ومش عاجبها ليه؟ اسمه وشكله دايما مناكب وغير قوي، وبالاختصار يعني جلام. طيب وده يبقى مين؟ ده حكمة بيه الفار خطيبي. نمس وفار؟ هو احنا هنتفرس من شوية. طب وايه اللي كان زنقكم؟ احنا في الحقيقة اتغشينا لما شفنا القطنبلات وسمعنا عن العزب والاطيان، ولما جينا نحمرق بابا رفض وقال ايه
ادى كلمة تتعب. ليلتك سعيدة يا علي بيه. ليلتك سعيدة. قلت لك ما تجيبش ورد، اهم عندهم ورد اهو. امال انت كنت عاوز تجيب لهم ايه؟ كرومب يا متاخر. كرومب ايه؟ انا قصدي في سبك جمبري، قفص فراخ، خروف اوزي. عجايب، انت بتسخر وانت صاحي؟ انا؟ لا انا. انا نصحتك 100 مرة يا اخي تشوف لك دكتور يسلك لك مناخيرك. لا يا شيخ. حاجة تفلق. ايه ده؟ انت قفلت الصفاره اللي في مناخيرك هتفتح لي المدخل اللي في بقك؟ ما هو انت 100 مره تتهمني بحاجات ملهاش لازمه، انا مش همشي معاك ابدا. طيب طيب. الدم، الدم على المخده، الجثه، الجثه بتتحرك، بتمشي بتمشي بتمشي. ايه ده؟ شوف ايه على الكنبه؟ لا هي دي تيجي، انت الاول اتفضل. طب نهوز بعض. الحقوني الحقني يا مراكبي، يا عم يا مراكبي الحق. انت مين؟ اطلع يا نمس بقى، مش عارفني انا مين؟ انا بشبع الجدع ده، اكيد شفتك في السبع. لا في التلغراف. ايوه التلغراف. ايه يا جدع انت وهو؟ انا علي عزت السباح العالمي. يبقى خلاص شفتك في سيدي بشر نمرة واحد. مظبوط. اتاريك نايم بالبورنوس فعلا عشان دايما منقوع في المية. عن اذنكم انا طالع البس هدومي. يطلع يلبس هدومه؟ ما تفهمني ايه الحكاية؟ ده واخد راحته في البيت قوي. يا حبيبي انا راجل واثق من خطيبتي. بقى انت راجل انت. صح النوم يا علي بيه، الفطار جاهز يا علي بيه. ايه انتوا جيتوا ومبدرين كده ليه؟ اصل حبينا نعمل لكم مفاجأة لطيفة باننا نفطر معاكم. انا مش هفطر، انا عاوز اعرف اولا علي بيه عزة ده صفته ايه هنا؟ صفته انه انقذني من الغرق. غرق؟ اسكت، مش التماسيح كانوا هياكلوها؟ تحب تعرف ايه اللي خلاني ارمي نفسي في النيل؟ اقفل بقك، انا اللي رايح اقول له علشان اخليه يتفرج على بنات الايام دي. تصور يا سيدي ان واحده بالطول ده، انا ايه امبارح لابسه لي بنطلون بالطول ده. يا نهار اسود. اقول لك الحق انا دمي فار. اوه لا مؤاخذه يا سي فار. اتفضل اتفضل. قمت فخطت فيها. ما انت عارف يا بابا ان الرسميه احساسها رقيق. اخلص انت كمان. انا 100 مره اقول اذا انا اتكلمت ما حدش هنا يتنفس ابدا. مرضكم ضحيه في سنينكم السوداء. يرضيك كده؟ اطلع برا. الله اطلع برا. عيب. اطلع يا اختي قصاد الصهر. احنا معلش استاذن بقى بسيوني بيه. اوام كده. ايوه عشان عندي تمرينات مهمه خالص. طيب بقى خلينا نشوفك تملي ان شاء الله. وانا استغنى اربار رسمي يا هاني. تشرفنا يا فار افندي. تشرفنا يا نمس بيه. مع السلامه. الله يسلمك. هو حضرتك ماشي خلاص؟ ايوه انا شاكر قوي للضيافه، الحقيقه دي كانت ليله من اجمل ليالي حياتي. تحب اوصلك بالعربيه؟ لا انا مغرم بالمشي. طيب نمشي سوا بقى، انا اصلي كل يوم الصبح احب اعمل شويه رياضه. بس فيها جرح احساس لخطيبك انك تخرجي تتمشي وتسيبيه ينتظر. هو متعود انك تجرحي احساسه؟ وهو ده عنده احساس؟ بابا يشخط فيا قدامه ولا يدافعش عني؟ يا علي بيه انا عاوزه راجل يحميني. على كده مش ناوية تتجوزيه؟ يرضيك بأمراض فار؟ يعني بقى عرسة؟ لا فعلا النمس أفكى. لا والدهية بأنه متصور روحه فار بحقه وحقيقه وبيخاف من القط. بكرة ياكلوه ويريحوك منه. يا ريت. وعلى ايه يا ريت؟ الله الله الله، انت هتعملي ايه؟ هحدف نفسي في النيل. ابوس ايدك ما تودينيش في داهية. لا ما انت مؤكد هتنقذني، ولما بابا يعرف ان انا كنت هندحر هيقبل يفسخ الخطوط. انا في عرضك اصلي واخد برد امبارح ومش هقدر اغطس النهارده. اخس عليك عشان خاطري. اشمعنى اختي؟ يا ستي ارجوكي انا عندي طريقه ثانيه، بس تعالي معايا. اتفضل. بس يا عم الشرطه كمان اتفضل. لا اسمح لي، الدم اللي بيجري في عروقك ده مش دم، ده لازم لبن رايب. انت اخي ازاي تسمح لنفسك تخلي علي عزت يشيل خطيبتك؟ مش على الاقل يكون لابس ايدك؟ ما تفكرنيش بقى. لا انا مش طايق، انا لو اكون منك انتحر على الطريقه اليابانيه الهاراكيري. مش عيب يا اخي على الخنجر اللي انت شايله؟ ايه
ليه ليه ليه؟ اتفضل وريني الشهامة. استنى بس اما نشوف ايه الحكاية. اختي حبيبتي. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ حصل خير خير خير، ما انا كنت سقطت فيها قدامك. احنا متشكرين قوي، احنا تعبناك خالص. يا ادريس هات اوامر البرد نطلع على البيت، وودي البدلة اوامر المكوكي. ما سابش اي خبر، ما تعرفش عنوانه. واحنا عايزين نعرف عنوانه ليه؟ احنا ما صدقنا اننا خلصنا منه. يا اخي خلصت روحك. كفايه بقى عيار، قطعتي قلبنا. انا هفضل اعيط طول عمري، انا متاكده انه انتحر من زعل. بس بس انا اراهنك بكره هتنسيه زي ما نسيت ميمي. يعني مات؟ يعني انت معي انه مات؟ اه يا خسارتك يا منير يا حبيبي. ايوه صحيح، خساره ومش خساره يا انا بكره هعرف لكم بطريقه جهنميه ان كان في الدنيا ولا في الاخره. اعتمدوا على شيكا شيكا بوم. انا حجاني بقاله كام يوم دلوقتي وهدومه مش راضيه تنشف. تنشف ازاي اذا كان بسوني بيه واقع في غرامه عشان نازل انقاذ في بناته؟ الاكل لذيذ ورسميه معجبه جدا بالبطل العالمي. اسمع اتكلم عن خطيبتك بس. ايه عيطنا؟ امال الخنجر اللي انت شايله وعامل لي بيه قتال قتله وريني بيه الشهامه. اتفضل ادي خنجر تاني اهو، قوم بينا نخلص عليه. لا لا يا عم البركه فيك. ايه خفنا؟ لا انا ما خفتش، اصل انا بيغمى عليا لما بشوف اللون الاحمر حتى اذا كان صلصه. يا بابا درويش. ايه في ايه؟ الحق يا صديقي، صوره مين دي؟ علي بيه عز مفقود، ومن يجد يتصل بتليفون 40195 وله مكافأة حسنة. خلاص يا عم لقيت لك الحل من غير ما نضيع نقطة دم واحدة. وناخد المكافأة احنا. امال. الله انتوا مين؟ مكتب المخابرات يا فندم. حضرتك اللي كلمتوني في التليفون، صحيح لقيتوه؟ يا هانم احنا مكتبنا اسمه مكتب النمس والفار لكشف الاسرار. طب قولوا لي بقى اخباره ايه؟ قاعد فين؟ صحته كويسه؟ خلاص اطمني، حط في بطنك بطيخه صيفي، ده قاعد معزز مكرم في وسط بنتين يقولوا للقمر قوم ونقعد مطرحك. بتقول ايه؟ لا 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 ما يكونش عندك فكره، دول ناس من عائله كبيره قوي. ده حتى هيتجوز واحده منهم. يتجوز الخاين الندل الدوم؟ يا خبر احنا غلطنا، هو حضرتك لا مؤاخذه خطيبته. احنا في منتهى الاسف. في منتهى الاسف، احنا لو كنا عارفين. انا حوريه في الحقيقه بقى يا تلحقيه يا ما تلحقيهوش. ثبات الثبات، احذر من ان تنهزم امام حبيبتك. حاضر نألف بقى كلمتين في الرواية. يا خبر اسود، مية النار. مين؟ أنا خلاص حضرة المليان، أنت مين؟ اتكلم. واحد اتنين ثلاثة. أمير أنا على إذن. يا أخي اتكلم انت، كنت هضيعك في شربة مية. شوف ما تاخذنيش يا ساعة البيع، أصلي مش جاي لي نوم وجاي أستلف من ساعتك قرص. والله أنا آسف، آخر قرصين خدتهم من لحظة. أنا توصلت لتركيبة أنقح، بكرة ححضرها. لكن انت يا اخي عاوز من اول تعمل بو ايه؟ ومرتك ما كانت مقتوله ولا حاجه. Thank you.
الصراع بنت وهيب. يا ماما انت ما تعمليش ميت في منير. منير مين؟ لا يا شيخ خشي في عناي، مش عارفه منير مين؟ منير اللي بتتخانقوا عليه وعايزين تتجوزوه يا خطافين. والنبي يا اختي ما نعرف حد اسمه منير ابدا، يمكن في البيت اللي جنبنا. ما هو لما تكونوا حتى مخبينه تحت السجاده انا هلاقيه. انا هاخد عمرك وعمر، انا حامله البيت قطن. يا ستي الحقوني الاستغاثه، لازم نوتاته خلاص. مؤكد موتاته خلاص. احنا مالنا يا عمي، يلا بينا نزوغ بقى. الله دي رجعت تاني. فين؟ ما انت شايفه سترها بتتحرك ازاي؟ تعالي بعزة يا حرام، تتعدى من بابا. الورد في الحالة دي معقول اقل نحطه على النعش بتاعه؟ النعش بتاعه ايه يا مغفل، ده لازم الاول يروح على المشرحة. لكن الحالة هادية قوي في الفيلا، يكونش لسه ما اكتشفوش الجثة بتاعته؟ يجوز، والنبي يلا بينا نروح احسن يتهموها فينا. يا كمال انا كان نفسي اروح فيه، انا كنت ناوي اغرز الخنجر ده في صدره كده. ليه 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 ليه؟ هو انا حوشتك؟ انا يا درويش يا انا حمستك. ايه ده؟ راح فين الخنجر؟ على مين؟ ايه؟ هذا الخنجر يا حرامي. مش رب بابا ملامسك. لازم عفيت على عزة. اي ايه مالك؟ مال ايه يا قليل الادب؟ انت عايز تموتني؟ عاج! راح بنطلوني وانا روحت في داهية، ده اجرام، ده توحش، دي سفالة، انا لازم ابات لاخي النيابة. مين؟ قطة؟ ايه قطة تحت الكنبة؟ يا زرية دي اللي هبشتني. انا خلاص هيغمى عليا من الالم. يا ماما. لا ماما والنهر. علي بيه صحيت ولا لسه؟ الله انت بتعمل ايه؟ لا ولا حاجة، بس نص ريال اتدحرج مني تحت الكنبة كنت بجيبه. يا صباح الورد يا اختي عليها. تسكت على اللي حصل امبارح بالليل. واحدة مجنونة دخلت علينا بعد نص الليل معرفش ازاي ونشفت ابدل. عديك قعدت تدور في الدواليب على واحد اسمه منير ومتنا في جلدينه. اما مالكمش حق، وازاي ما تصحونيش؟ ما انت ساعتها كنت نايم في اوضتنا نوم العوافي بتاع بابا. لا اسمحولي انا زعلان خالص. لا 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 ما تزعلش، خد كل لقمة القاضي دي انا عاملاها مخصوص بايدي عشانك. تسلم ايدك يا حلوة. قول يا اخي لقمة القاضي قبل ما تبغض. ربنا ما يحرمنيش منكم. لا انا ما اسمحش. وانا ما اقبلش. ايه هو ايه اللي ما تسمحوش وما تقبلوش؟ بقى احنا جايين نتهنى معاكم بالفطار، تقومي يا زينب تعملي لقمة القاضي وانت عارفة ان انا ما بحبهاش. انا احتاج، انا منسحب، وانا كمان لما اكون بموت من الجوع حتى مانيش واكل لقمة القاضي، انا منسحب. وانا كمان دلوقتي انسحب. على فين؟ يا بخت من زار وخفف. لا ده مش استنى بابا لما يصحى. لا انا مستعجل قوي، هلبس هدومي وامشي وببلغوها. تحياتي. وهنعمل ايه يا بابا؟ اصحى يا بابا. ايه جرى ايه؟ خلاص يا بابا قبلوا طلباتنا في نادي السباحه. مبروك. وهنتعلم العوم والنط في المي. لا 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 في النادي ما حدش بيغرق، بالكتير واحدة في اليوم بس كده، ويدوب اتنين تلاتة بتنكسر رقبتهم لما بينطوا من 30 متر. مش كتير. انا قلت لا يعني لا، سباحة مفيش. طب اذا كنت خايف علينا اهالي عزة تسبح علامي، اتغجى يبقى يروح معانا وياخد باله منا. ايوه صحيح، والله فكرة، ده حتى اذا قبل انا ادفع له مرتب شهري. بس يا خسارة ده كان ماشي دلوقتي. يمشي منه؟ ماشي يمشي ازاي؟ ازاي يمشي؟ امسكوه الحقوه خشوه. الله انا يا زوزو ما عنديش مانع ابدا، السباحة رياضة لطيفة، انا كمان اموت في العوم. بتقول ايه؟ على عزة هيمرنكم؟ ايه؟ على عزة؟ اشمعنى يعني على عزة؟ لا مش قصدي، على العموم كويس عشان اطمن عليك. سعيدة يا روحي، مع السلامة. مع السلامة. على عزة هيعلمهم السباحة؟ عاش، يعني هيعمل ايديك ده اهو وهم يقوموا على ايديك؟ لا
هيفرد دراعاته كده اهو وهم ينطوا في وسطيهم. وايه العمال؟ بسيطة، عندي حل يغيظه. ايه هو؟ نشترك في نادي السباحة. عاش، ونجيب له البيت اياه. يبقى جبنا له الكافية وهو غرق لشوشته كده اهو. يلا عم شوية يا أستاذ من فضلك. وحياتك احنا عمرنا ما شفنا بطل بيعوم. ما تكتفناش والنبي يا أستاذ. أنا جاي هنا أخد بالي منكم وبس. ثم مش معقول بعد المانش وبحر الروم والأطلسي أمد إيدي لحوض زي ده. ده عبارة عن سلطانية. طب نطة من اللي خدت عليهم الكاس. أنا النهاردة ماليش مزاج أعوم، لكن ليا مزاج أغني، إيه رأيكم؟ طيب نعوم إحنا وأنت تغني في المركب. أهو كده. أوكي. فرحة المايا بالحسن والخفة، يا فرحة المايا بالحسن والخفة، لاجل العيون دي سلمت انا، انا سلمت انا الدافة. من عيون تضوي السحر نام فيها، ولحظها يكوي اللي يلاغيها. الطرف ده ساهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي. الشعر ده عنبر والصدر ده مرمر، الشعر ده عنبر والصدر ده مرمر. ونوز مخبي عالمية هرافة، يا فرحة المية بالحزن والخفة، لاجل العيون دي سلمت انا، انا سلمت انا الدافة. نايمة على الرملة اجسام من يا انا ولا في الجنة بين الحور. غزالة حيرانة بتخض اسرارها، والتانية سرحانة شردة بافكارها. عالرمل انتو زهور اتفتحت للنور، عالرمل انتو زهور اتفتحت للنور. ومن الخدود دي الشمس تتدافى، يا فرحة المية بالحزن والخفة، لاجل العيون دي سلمت انا، انا سلمت انا الدافى. يا طلع سلم نظرة من العالي، قلبي أنا سلم لحسنك من شوقها بتقولك هلا هوبا على مهلك، من شوقها بتقولك هلا هوبا على مهلك. نط بحنية ولف كلافة، يا فرحة المية بالحزن والخفة، لاجل العيون دي سلمت انا، انا سلمت انا دافة. مية النهر. شايفك يا منير، شايفك يا تل رفجي يا خايف. تل رفجي ايه يا هان؟ تعالي على
لو كان منير كانت اتكسرت رقبته. وين؟ اه يا غشاشين يا كذابين، انا كنت متاكده انكم نصابين. مش تحاسب يا فندي. انا مؤاخذه استهانه. قابلوني بعلي بيه عشان اعتذر. تعال. الله منير. مش انا مش عارف خدت البرد الفظيع ده ازاي مع اني طول عمري عايش تحت الميه. الحق عليك، ازاي فكره الشقع وهدومك مبلوله؟ اعمل ايه، خفت من المجنونه دي لا تبهدلني. انا متهيألي ان هي اللي هجمت على اوضتنا بالليل. ده صحيح، لازم هي علي بيه. شش، علي بيه يظهر نام. يا حرام، ده عنده نص شخص. نسيبه يستريح. يلا بيك. تقل طبعا. أنا شبعت تقل. أنا حروح لها. لكن مية النار، مية نار، مية نار، وحشتني. يا حبش تاخدي برد يا أنبق المزاجي كابوم. مدام خايف عليا أنا حبيبك وعزمك أنا. لا 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 لا، مش ممكن. عشان خاطر مش ممكن. اخطى عليك. طيب ممكن. هسوق النهارده. ايه؟ طيب يلا بينا. ما تنسوش بروفا بكره يا جماعه الساعه 10. حتى يا وسام. يا وسام. خليكي فاكره بقى يا ريم عيد ميلاد بابا بكره. اظن هيجيب زي كل سنه المغني العجوز اياه. يا ستي اصحاب من صغرهم، انا اتحايلت عليه اعتقنا منه، قال لي انه ما بيعملش عيد ميلاد لنفسه الا علشان يسمع صوت الاستاذ توكل. تصور يا اخي من كتر حبهم فينا بيصمموا على اننا نتعزم في كل حفله يكونوا فيها. لكن انا مفهم رسميا 100 مره ان انا ما احبش الحفلات. معلش يا اخي، ما دام هم مصممين علشان نكون معاهم يبقوا بيحبونا بس بيخبوا. بيحبونا؟ بيحبونا قوي. اراهنك ان علي بيه هيكون معاهم. علي بيه هيكون معاهم؟ لا، ده اذا كان علي بيه يكون معاهم لازم ندي خبر لناديه. ايوه، عشان يفرق زي كل مره وما يلومنا الا البهدله. ليه ليه غريبه دي؟ ده انا مش مصدق عيني. ايه في ايه؟ تعال اسمع يا سيدي. وصل امس من اوروبا السباح العالمي علي عزت بعد أن رفع رأس مصر عاليا في عدة مباريات. الله، لما ده يبقى علي عزت، أمال أخينا بقى إيه؟ يبقى علي عزت برضه بس على مزيف ودي عاوز حدقة. بقى على كده صاحبنا راح في داهية. اتمسح اتنسف. اسمع، سيبني أنا بس أرسم الخطة. بابا، أقدم لك علي بيه عزت ومرن السباحة بتاعنا. اهلا وسهلا بالبطل. كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت طيب يا ابني. اعرفك بالاستاذ توكل، اعظم مغني في البلد. ما فيش منه. تشرفنا يا استاذ. متشكر. يلا بقى شنف اسمعنا يا اعظم من اعتلى عرش الطرب. ايوه اهلا. اهلا ابراهيم بيه، عقبال 100 سنه. متشكر. احنا بقى محضرين لك حته مفاجاه لطيفه بمناسبه عيد ميلاد سعادتك. الانسه ناديه الراقصه المشهوره. لما عرفت معزتك عندنا تطوعت انها تيجي ترقص على نغمات الاستاذ توكل. اهو كده التفاريح. عطاري ما عليكم. ده شرف كبير. ازيك يا علي بيه؟ هقدم لك علي بيه بطل السباحه العالمي. تشرفنا يا بيه. تشرفنا يا هاني. انت مش عارفني ولا ايه؟ ازاي بقى يا فندم؟ ده انا بشوف صور حضرتك كتير في المجلات. وانا كمان بجمع صور حضرتك لاني معجبه بيك وباخبار البطوله بتاعتك. سيداتي وسادتي، يسرني ان اعلن ان الراقصه المشهوره ناديه سترقص على تغريد الاستاذ توكل. تفضل يا استاذ. يا نوم يا نوم
الناس تقول الناس بالناس والسر احسن كتمانه. اذا كنت ذوق صاحب احساس خد الكتاب من عنوانه. عشم يا نوم 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 يا نوم. يا نوم يا نوم يا نوم يا نوم يا نوم الله الله يا نوم يا نوم يا نوم الله الله. حاجة حلوة قوي. انسى طل من اليانسون. انا مش فاهم لعمره ما عصر رقبته. شيلوه برا. اعمل معروف يا استاذ. ادي وقتك. انا ده مستحيل. عشان خاطر بابا يرضيك ان الحفله تكون. اسمعوا يا جماعه، عندي مفاجاه مدهشه جدا. الانسه ناديه هتكمل رقصتها على تغريد الاستاذ البطل العالمي علي بيعز. لكن انا بتكسف، انا عمري ما غنيت في حفلات عامه. تعالى تعالى. لا لا اسمع بس. لكن ما بقولش حبيته، لكن ما بقولش اكمني بحب وما بطولش. حبيته 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 لكن ما بقولش حبيته، لكن ما بقولش اكمني بحب وما بطولش. حبيته حبيته يكفاني منه أحلامي وخيالي وفكري وأوهامي. يكفاني منه أحلامي وخيالي وفكري وأوهامي. أتصور طيفه قدامي وأقول له كلام ما بيحصلش. حبيته 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 سلب عقلي وجنني حرماني وهو قريب مني. واللي سلب عقلي وجنني حرماني وهو قريب مني. ويشوفني بدوب ولا يفهمني. ويشوفني بدوب ولا يفهمني. يا خسارة الحلو ما يكملش. حبيته 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 لكن ما بقولش حبيته لكن ما بقولش مني بحب وما بطولش. حبيته حبيته حبيته.
يحب يذله وحبيبه ما يقدرش يقوله ويذله اللي يحب يذله وحبيبه ما يقدرش يقوله كان هاون في عذابه أقله جبران الخاطر ما حرمش حبيته 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 مني بحب وما بطولش حبيته حبيته حبيته. انتوا طولتوا رقبتي قوي، انا ممنون متشكر. مفيش منكم ابدا توكل غشني، فهمني غلط انه المغني الوحيد في البلد. ما هو برضو المغني الوحيد اللي بينام في البلد. على اذنكم بقى اما روح اصحيلي. اتفضل اتفضل. برافو ميرسي مدهش كلام. في صحتك يا علي بيه. في صحتك يا هانا. غنوة جميلة قوي يا علي بيه. متشكر. كنت بتفكر في مين وانت بتقول الكلام الحلو؟ ولا حد، دي خيالات شعرة، كلام أغاني كده. مفيش في الدنيا ست تستاهل ينقال فيها كلمة واحدة من دول. لكن أنا كنت أعرف واحد طلق رفجي كان مستعد يقول في حبيبته قصايد طويلة عريضة. ده لازم كان على نياته قوي، ما كانش يعرف انهم مخلوقين من الكذب والغدر والغش والخداع. عن اذنك يا هانم. برافو علي بيه، احنا جايين نهنيك يا اخي، انت ابدعت يا استاذ حاجه جميله قوي. متشكر جدا. حضرته علي بيه عزت السباح العالمي. لا مؤاخذه، اهلا علي بيه. وحضرته برضو علي بيه عزت السباح العالمي. ازاي بقى ودي تيجي؟ وماله يا اخي، مفيش تكليف. وايه يعني مفيش فرق؟ دي تفرق كتير قوي، وفرقها انك نصاب. بفضلك وطي صوتك، عيب. انا هوديك السجن يا دجال. انا ادبي ما يسمحليش اني ارد على شتايمك. طبعا لانك متربي تربيه عاليه. انت ازاي تهين ضيوف؟ اخرج حالا من هنا. انت عزمتيه؟ ابدا. انا مش فاهمه ايه التطفل ده. اطلع لي برا اذا كنت راجل. ومين يغني الوصله الثانيه؟ يعني عايزني ابوظ الحفله علشان خاطر واحد مدعي زيك؟ يعني مصمم انك علي عزت؟ امال علي بابا؟ لا الاربعين حرام. الله، طبعا علي عزت. هيجننوني. انا عندي حل، يتفضلوا الاثنين على النيل ويورونا مين فيهم علي عزت. ايوه، والميه تكدب الغطاس. انا موافق واتحداك. واحنا قبلنا التحدي. بس طولوا بالكم شويه، نتفاهم. لا تفاهم الا في النيل. في النيل؟ ايوه في النيل. من فضلك ما عندكش كتاب يعلم العوم؟ امال عندي كتاب كيف تتعلم السباحه في 24 ساعه. ما فيش في اقل من كده. اسف يا سيدنا الافندي. طيب الحقني بيه. بكام من فضلك؟ 20 قرش. ده مهم قوي، تاليف البطل المشهور علي عزت. علي عزت؟ علي عزت. متشكر. دراع الشمال، الرجل اليمين، الرجل الشمال. ما هو انهزم زي بعضه بس ما غرقش. الله 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 الله، بتعمل ايه يا علي بيه؟ ابدا، بفكر في حركات سباحه جديده. اصل فن العوم بحره واسع قوي. انت ما قريتش كتابي؟ وعلى ايه قرايه؟ ما احنا فيها اهو يا اخي، شويه من فضع الماء. اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا. متشكر. يلا. ايوه، شد جسمك قوي اهو. اخبط الميه بدراعك اليمين اهو. ارفص برجلك الشمال اهو. راسك لتحت اهو. لتحت اهو. الميه اتفضل. ايه يلا بينا، يلا ما نضيعوش الوقت، يلا انتهزوا الفرصه. اتفضل. مدده مدده. الدراع اليمين اهو. الدراع الشمال. الرجل اليمين. الرجل الشمال. الدراع اليمين. الدرع الشمال. اتفرج يا سيدي، اتفرج على ايه؟ احنا نخش معاهم في الماتش ويديها يا نخفي. مفيش كلام. واحد اثنين. واحد اثنين. واحد. اهوجا الحمد لله. مش بقول لكم انتوا فين يا شيخ؟ في ناس افتكروا انك هربت، انما انا قلت مش معقول. وده ايه يا بطل النعش بتاعك؟ ده الزاد والزواد. انا بالميت هعوم شهر اثنين ثلاثة.
ارجع احسن لك. ايوه يا سلام على طيبة قلبه، خايف عليه. شهرين ثلاثة على كده هنوصل السودان. بس حاسب عندي خزانة صون احسن في الكهرباء، روح ابرس احسن لك. ابرس ايه يا هانم؟ ده اول ما ينزل المية هيبوش. شوفوا الوقاحة. طيب سيبه بقى، هو الجاني على نفسه. ايوه ذنبه على جنبه. ها شد حيلك بقى. بيني وبينكم انا بتشائم خالص من يوم الثلاث، وعندي شعور كده ان السمك هيتغدى بيا النهارده. واحنا متاكدين ان السمك هيرقشه هو. اتفضل يا علي بيه. انا متاسف لك جدا، دي اخر كوبايه برتقال هتشربها في حياتك. الصراحه ده صحيح، انا قلبي حاسس. يا علي بيه حرام عليك، كفايه بقى تريقه على الراجل. اتفضل بقى. منين؟ ورايا. اشوف وشكم بخير. من فضلكم بلاش خروج عن النظام، اما نصفه تردوا في الميه. الأستاذ راح فين؟ زمانه بيحلم في أخر. أنا لآخر لحظة اديته فرصة عشان ينسحب. أنت عملت اللي عليك. أنا متأكدة أنه مش هيطلع أبدا. ده فص ملح وده. ولكن ما بقولش اكمني بحبه وما بطولش. انا بستغرب يغلب على عزت. انت عاوز الصراحه؟ انا مخي اتلخبط ومش عارف مين فيهم على عزت الحقيقي. على عزت الحقيقي الاصلي التقليد انا هخلص عليه. فليسقط التساهل. ها ايه ايه يا محاسن الصدى، انت جيت في وقتك. ايه ايه؟ تبنى حلاش ميسي كنا في ستك. يا اهلا نيني وسهلا نيني. اتفضل اقعد يا بطل. متشكر. اللي قول لي يا علي بيه. ايوه. انت مأمن على حياتك؟ لا. ليه؟ مش واخد باله الغبي؟ لا. انت في اخر ربع ساعة من حياتك. اخصى عليكم بقى، انا افكر لكم في السعادة وانتوا تفكروا في قتلي. بقى انت وراك سعادة يا ناس، اعمل فيكم ايه؟ مخكم ظلم. انا لو كنت طمعان في عرايسكم كنت طيرتكم من زمان. ايه؟ اسمع، انا قرفان امد ايد عليه. انت تنشن على قلبه عدل. لا. احسن ده اكيد ما عندوش بوق. يا ناس طولوا بالكم، نتفاهم، نديله فرصة نسمع دفاعه قبل التنفيذ. وايه الدليل على انك بريء؟ انا ليا حبيبة لكن بتقل عليها. كويس، انتوا شفتوها. انا جاي اوريكم الطريقة اللي تخلي البنات يجروا وراكم زي ما نادية بتجري ورايا. والنبي اهدى. كيف تسوس حبيبتك؟ كيف تسوس حبيبتك؟ يا اخي قول كده من الصبح. مش هلحق اقول حاجة، يا دوبك فاضلي دقيقتين من عمري. لا اطمن، لقد سامحناك. ايوه عفينا عنك. انا كمان هكسب فيكم ثواب. ايه؟ هفهمكم ازاي تبلفوا الستات وتخلوهم يموتوا في دبدبه. والنبي صحيح. ازاي بقى؟ بس اوعى تنسوني في الفرح. ننساك؟ ننساك ازاي؟ هو الفرح ينفع من غيرك؟ ايوه بس جمد قلبك بقى علشان انا مصمم اكتب الكتاب في طياره. وبتقولوا على خطيبي خواف؟ ايه؟ الخواف قال؟ طب هتقولي ضبع سبع نمر، شوف انا اعمل لكم فيهم ايه؟ ما يكفونيش في طاقه. شوف نفسه مفتوحه ازاي؟ مش تاكل انت كمان بنفس؟ انا عامله لك البقلاوه دي بايدي. يسلم ايدك يا اجمل طباخه.
يا اجمل عروسه في العالم. عن اذنكم هنقوم نوضب بروجرام الفرح. خدونا معاكم نفكر سوا. علي بيه طبعا هيغني. طبعا وناديه ان شاء الله هترقص على مغنته. ما افتكرش. بكره تشوف. احنا لازم نصالحه ضروري. تعالي بيه ده مفيش منه فعلا راجل سكره. اسمعي. في صحتك يا رسول السلام. اشكرك، ده اول واجمل لقب حصلت عليه في حياتي. ليه يا اخي؟ انت نسيت انك بطل السباحه وقاهر عالي عزه المزيف؟ ان جيت للحق بقى يا سعاده البيه، انا المزيف، انا ما اعرفش اعوم ابدا. كويسه دي، وغلبته ازاي؟ بالتسهيل. والبنات كمان انقذتهم بالتسهيل؟ يا ريتك شفتني وانا بقول الحقني يا مراجبي. ارجوك تصدقني. هصدقك ازاي بس؟ نفرض انك البطل المزيف، معقول انك تفضح نفسك؟ عشان اريح ضميري قبل ما اسيبكم، ومين عارف يمكن تفتكرني نصاب. انا كان قصدي اشيل من دماغ البنات فكره الانتحار واوفق بينهم وبين خطابهم، والحمد لله نجحت وانتهت مهمتي. اشكرك يا ابني، ده عمل انساني نبيل. انت دلوقتي زدت في نظري اكتر من الاول. تعبت نفسك وضحيت بوقتك. انا وقتي ما كانش يسوى حاجه، كنت مرفوض من الشغل، مطرود من البنسيون، وعشاي عليك يا رب. كتر خيركم. مرفوض من الشغل؟ وعلى فين المال؟ وهتعمل ايه؟ انا وضعت امالي كلها في اوبريت، كتبتها والفت الحانها، ويمكن الحظ. يا ابني حط امالك دي كلها بين ايديا، مفيش في الدنيا حد يعرف يسعى لروحه ابدا. اشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك انا عايز الانسه ناديه. خرجت دلوقتي بس مفيش دقيقتين. طيب متشكر. خير ان شاء الله. انا جاي اخد هدوم. هدوم؟ هدوم بتاعت ايه؟ ما تباع. انت حضرتك نسيت ان عليك ايجار متاخر. طب اديني العود بتاعك. عود؟ الف رحمه على شباب ناديه ولعت بالدفايه. وهي فين؟ مش موجود. نزل خرج. انزل امدحها لك. باي باي. مبروك. الف مبروك. صحيح. ايوه سقت لهم الروايه في برشامه. اتفضل. انا مش مصدق. اصل مدير التياترو صاحبي قوي من زمان، من ايام ما كنت صغير صغيرين قد كده بنلعب البلي في الحاره. اول ما قرا الروايه دهش جدا وطلب مني واتحايل عليا اني اديها له. اتحايل عليك؟ ايوه. انت عبقري من غير ما تاخد بالك. على كده اقدر اتشرف؟ شرط. انت تؤمر. طيب انا عايز يكون لي راي في اختيار فرقه الراقصه. بس كده طلبك مجاب ايها المهاب. ما تنساش انك بطل الروايه. انا عاوز مدموزيل ناديه من فضلك. وش معنى ناديه؟ ما في ناس من أفيا. ارجوكي. موجوده يا روحي، تلاقي اوضتها في وشك. لازم بلا أفيا. اتفضل. الله ناديه، انت كمان بتشتغلي هنا؟ ايوه يا علي بيه، ما شاء الله، ده انت ربنا فتح عليك اهو كمان وبقيت فنان. بس كان نفسي ارجع تلغرافي يوم واحد عشان ابعت لك تلغراف. تقول لي فيه ايه؟ هلو ناني. هلو. الله، وده ايه اللي جابه هنا كمان؟ غريبة يا اخي، معلم الرأس بتاعي. وانت مال؟ معلم الرأس بتاعك ولا؟ ولا ايه؟ يا هانم انا تلغرافجي وافهم بالاشارة. بقى كده. اقدم لك خطيبي بومبو. عن اذنك عايز اقول لخطيبي كلمة. بومبو. من جروحي غنوتي
شكواي الدمع والحزن كاسي والألم سلواي ماليش أنيس في الوجود غير الوتر والناي غير الوتر والناي ليلي نغمات دي غريبة عليا نغماتك من الفن الغربي والنغمات دي غريبة عليا أنا شرقي ولا يهزش قلبي إلا الألحان الشرقية شوف الرومبا شوف الزامبا شوف الرومبا ضم الحزنك سحر وحسنك عشا فنك تعشا فني واخد منك وتاخد مني حبة حبة نبقى حبة ونرقص زامبا ونرقص رومبا شوف الزامبا شوف الرومبا شوف الصامبا شوف الرومبا ضم الحسنك سحر وحسني عشا فنك تعشا فني واخد منك وتاخد مني حبة بحبة نبقى حبة ونرقص صامبا ونرقص رومبا الشرق خياله أصيل وجماله ملوهش مثيل الشرق خياله أصيل وجماله ملوهش مثيل ده بيسحر قلبي الليل لما يغني له يا ليل يا ليل يا ليل 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 يا ليل 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 يا ليل 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 يا ليل يا ليل 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 ليل
حسام عراقي ولبناني، حسام معك من ألحاني، أنغام عراقي ولبناني، تهز قلبك تحتاري من فيها أحلى من التاني. نفسي عزيزة يا خالق هالحين زلتاي، وما تزل إلا لكم إلا لكم زلتاي. على بلواي على بلواي عيوني. قديش عودك يا مليحة خايل في بهجته من نشوته بتمايل. ما زلت انت القاضي وقلبي بحكمك راضي، ما زلت انت القاضي وقلبي بحكمك راضي. ليش العزل بيني وبينك حايل؟ قديش عودك يا مليحة خايل في بهجته من نشوته بمايل. قديش عودك يا مليحة خايل في بهجته من نشوته بمايل. الفن ملك الغرور، الفن مالوش وطن، الفن ملك الغرور، ومنمشي ويا الزمان ونهز قلب الوجود قلب الوجود. للفنين 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 عين عين. مبروك يا استاذ. ايه الفن ده كله؟ ده انت كنت بلبل وبقيت كروان. انا فرحان، أنا طاير في عالم من أنغامك البديعة. إدهاش، إعجاز، نبوغ عبقري. أنا كنت متنبئ لك. متشكر. وعشان نتمم فرحتنا بالنجاح قررنا نكتب كتابنا الليلة نادية وأنا.
مبروك. شيكابوم يدعوكم جميعا. احنا مستنيينك في الاوضه بره عشان نروح الفرح سوا. ايوه الى اللقاء. انا محصلك. اتفضل كاس الهنا. ده كوكتيل معمول مخصوص للعريس. شيكابوم ممنون جدا. اشرب يا اخي اشرب. كوكتيل طعمه غريب خالص. خلي ما تكشف الطيب نصيب. غريبة دي. أول مرة بيجيني نوم من غير ما أخذ منوم. منير. نعم. أنا عايزة أبعت لك تلغراف. في كلمتين من فضلك لحسن المكتب قرب يقفل. أنا عرفت أنت زعلان ليه. أنت فاهم غلط. أنا عمري ما خنتك ولا حبيت حد غير. كلام فارغ. أحلف لك بإيه؟ وحياة ميمي عندي. وعشان كده هتتجوزي شيكابوم اللي نام في ليلة فرحه. أنا مش نايم، أنا هتجوز. بارك لنا يا أستاذ، أه ربنا عوض صبر خير وديني هتجوز شيكا شيكا شيكا. يا أختي عليه، مبروك يا شيكا. توتو أنا فرحانة أوي عقبال بكارينا. أمري إلى الله. اتفضل يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ. اتفضل. أين العريس؟ يعني صحيح أنت ما كنتيش بتحبيني؟ أحبك أنت. حب لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله دليل إلا كلام العين.